العراق يمتلك إمكانيات هائلة، موارد بشرية، موارد مالية، اللي يمكن أن تجعله يسير في هذا الطريق اللي بالفعل هو خط الشروع للانتقال إلى التطور الكبير في ميدان كرة القدم. ورفع جودة المسابقة هو حجر الأساس أو الزاوية اللي يمكن أن تنطلق من خلاله إلى عملية التطوير. قبل كل شيء يعني لابد أن نستقرأ واقعنا الرياضي، هو واقع مر، بيت مهترئ. البيت الرياضي إن صح القول هو بيت مهترئ، وذلك بسبب غياب القوانين اللي يجب أن ترعى الرياضة وتطبق فلسفة الدولة من خلال هذه القوانين. فلا الأندية ترتقي بعملها وبشخوصها وبإداراتها. اليوم الجهل والأمية تضرب بشكل كبير في جسد إدارات الأندية، وهذا أول مشكلة يمكن أن تعاني منها الرياضة العراقية. الأندية وما أدراك ما الأندية، اللي الكثيرين حقيقة يبتعدون عن حقيقة العمل الناديوي وكيف يدار وبأي طريقة يدار ومن هم الأشخاص اليوم المسؤولون عن إدارات هذه الأندية. حدث وما حرج من خروقات مالية وإدارية كبيرة تحدث في هذه الأندية، بعيدا عن نظر المؤسسات الراعية لهذه الأندية أو حتى نظر الجناح المؤسسات الحكومية اللي هو وزارة الشباب والرياضة.